Yo, listen. An anxiety is worse. أول واحدة فيهم أو أنواع الأنكزايتي الحقيقة كذا نوع كذا نوع. إيه المعنى بتاع الأنكزايتي ديسوردر اللي هي أول حاجة جنرالايزد أنكزايتي ديسوردر وتنقل عليه كمرض العصر، هو مرض القلق اللي عند كل الناس. خلي بالك بقى من الديفينيشن. It is a subjective feeling of fear، خايف، or apprehension، يعني شعور بالخوف ولا طمأنينة. Without objective reason، ما في سبب. أنت خايف عشان عندك امتحان، لا خايف. طب الانكزايتي ده اسمه ايه؟ normal anxiety، physiological anxiety. هذا النوع من الانزايتي يدفعني الى الامام، يخليني اؤدي ويرفع كفاءتي، يخلي تحصيله شديد. لا يمكن انت هتقولي دلوقتي انك انت بتذاكر دلوقتي زي اول السنه، لا، انا دلوقتي ممكن امسك كتاب وانقطع عليه. ايه اللي عمل فيك كده؟ النور الانزايتي. لو بقى الانزايتي مرض النيوروزيس روح جايبك ورا، تلاقي نفسك قلقان مش عارف تذاكر. الكلام ده مهم قوي بيسبب عاده معاه اوتونوميك نيرفس سيستم هايبر اكتيف. في باراجراف كاتب ايه دكتور؟ انكزايتي از انورمال ايموشن ويتش ان مودريت ديجري كان بي هيلبفول فورس باي انكريزنج ايفور اليرتنس. ات از اولسو بروتكتيف. خلاص كده اهوت. لكن it become pathological when symptoms are out of proportion to the external circumstances. خلاص كده؟ خلي بالك بقى من الحته اللي جايه دي، السطرين الاخر دول مهمين. Also normal anxiety less severe and of longer duration than pathological. دي نقطه مهمه. يعني ايه سوري انا اسف. less severe اكتب وشورتر ديوريشن، دي هنا شورت اسف زان باثولوجيكال انكزايتي. لان اللي عنده انكزايتي ده بيبقى طيب. نيجي بقى جميل ديفرنشال دايجنوزز على طول كده. نورمال انكزايتي، انكزايتي سكندري تو اذر سايكاتريك ديزيز. اذر سايكاتريك، مين اشهر انكزايتي سكندري تو ديزيز يا ولاد؟ مين اشهر انكزايتي؟ اللي هو مين؟ بتاع الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر. لان اللي عنده اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر في وسواس، مش كده؟ عنده وسواس. الوسواس بيقول له ايه؟ بيقول له اذبح ابنك بالسكين. فهم انا بان عليا ايه؟ ان انا قلقان ومضطرب. وابان ان انا عندي انكزايتي. نتيجه اللي جوايا اللي انا حاسه، وعمري ما هقول لحد اللي انا حاسس بيه، ما بقولش. عشان كده بيفضل هو ستريسد. طب ايه كمان يا دكتور؟ انا دي بقى مهمه. انكزايتي تو ميديكال ديزيز زي سامتوكس كوزز في كروموسايتوما مايكرو كولابس هايبرتريسي. الايتيولوجي بقى بتاع الانكزايتي هيريديتري. اثنين ليرند ريسبونس، او يعني نقدر نقول ايه؟ بص يا دكتور عباره عن ايه؟ زي ما تقول تشايلد ليرن تو ريسبوند اكسسيفلي تو ستريس. ده بيبان بسبب التربيه. هو هيكتب كده زي مثلا الاب والام ساعات يبقى في عندهم صفة التهديد والوعيد للطفل. فالولد يبتدي يخاف من الناس. لما انا بقول بيخوفني وامه بتخوفني، يبقى انا هخاف من كل الناس. هخاف من كل الناس، دي نقطة مهمة جدا جدا. دي بقى الحاجة المهمة، تروح كاتبها لي، دي مهمة. نيورو ترانسميتر انكريز نور ابنفرين اند سيريتون.
decrease the level of God. خلاص psychological peace اللي هو ايه دكتور continuous conflict يعني معاناه مستمره الانسان عايش حياته كلها في معاناه حتى وصل الى درجه مش قادر يبقى فبيديني بقى انكشف شويه زي برضه كليتنا برضه بتعمل فينا كده شويه بس انتوا كلكم ادبتوا محدش فيه وحش كلكم زي ما اولى ثانيه ثالثه رابعه الحمد لله يا مشينا زي ما خليك ربنا معدينا بيك جاي بقى على الاخر تخاف ليه؟ يا عم هتخلص لكن في عيال بقى بتضرب في النص على فكره يعني الحمد لله انتوا كويسين البيرسوناليتي يعني ممكن يقولوا كومن في الاوبسيسيف وهناخد البيرسوناليتي في كومن كلينيكال بيكتشر دي بص بقى فين بقى اللي انا ذاكره في الانكزايتي هنا في اللي انا قلته اللي هو الديفينيشن مهم الديفرنشال ديجنوز مهم الايديولوجي النيورو ترانسميتور دي مهمه لان الجماعه بتوع السايكاتري لو زي ما تقول ايه ما بيعترفش دلوقتي بالحاجات الروحانيه يقول لك لا بص الامراض النفسيه هي اضطرابات كيميائيه في المخ لا ولا ما بيقولوش كده بيقول لك بلاش كان فارق بقى وبتاع صعب يعني اكيد يعني انا اعرف ناس الوحدة عيال صغيرين في ابتدائي اصحاب انا واحنا في ابتدائي وصاحبي ولسه ما زلت اعرفه ابوه وابوه كانوا بيبانوا ابتدائي اعدادي بيبانوا كنا نخرج كلنا وهو ما يخرجش يمنعوا اوعى تخرج اوعى تعدي الشارع فكده فاحنا واخد الواد ده دلوقتي شوف راجل كبير وعنده راجل محترم ودكتور بس ايه مهزوز في هزه يعني لو عنده بخ كده ما يقع كلينيكال بيكتشر بقى مهمه جدا سايكولوجيكال سيمبتوم ان اكسبلين فير ابريهنشن الترقب كانه واحد قاعد في مكان وحاسس ان في ناس هيجوا يموتوه ومش عارف الناس دي هتيجي امتى وفين وازاي هو ده الترقب وزي الشعور اللي احنا قلناه الشعور بتاع سيدنا موسى لما هم قالوا له ايه؟ اخرج لحسن ايه؟ الملأ يأتمرون يعني هم عايزين ايه؟ يموتوه فخرج منها خائفا يترقب بص بقى بص الشعور ده عمال يعمل كده تخيل واحد عمال يعمل كده بقاله 20 سنه هيحصل له ايه؟ هيجي له بنت خالص هيجي له كورونا ليه؟ وعاوز كوبايه سكران كان اسمه انسوميا نايت ميرز طبعا سوماتيك اكتب بقى ايه الجسد يقلق يعني من كتر القلق بقى الجسد يقلق كارديو فاسكولار عندي تكيكارد او يعني نقول كمان افضل بالبيتيشن ليفت ميموري بين اللي هو يقول لك قلبي والنغزه اللي هي بيسموها ايه كارديا نيوروزس سيستوليك هايبرتنشن الضغط العصبي اللي بيقول عليه ده يرفع السيستوليك ما ينفعش السيستوليك في معظم الاحوال جي اي بقى نوزيا وفومتنج ومش عارف ايه في ناس بيجي لها ايروفيجيا تلاقيه بص يا عمال بص بيعمل ازاي بص بيبلع حواليه خلي بال حضرتك معظم الناس اللي عندها جازز كتير في الانتستين وفي بطنه لانه بيبلع هواء كتير يعني كده بيبقى عنده هايبر فنتليشن بص يبلع حواليه طب ما تعرفش كده ولا ايه؟ لك ايه وفيش بقى في ناس بتبلع حواليه كتير اللي هو طبيعته كده مش واخد بالك فتلاقي الجهاز يخش تعمل له ديستنكشن في بطنه شفت بقى ازاي؟ هتخلص على طول بعد كده تشست هايبر فنتليشن ممكن يوصل هايبر فنتليشن سوكو يوريجينيتال بقى فريكونسي ده زي يوم الامتحانات الصبح الناس اللي راح جاي على الحمام ديسبلوريا امبلانس الى اخره نيرفس هيدك ماسل بين دي تو ماسكولار سبيس سكين راش ارتكالي انا بص كل ما يقول ان انا افهم الموضوع بعد كده انت يقف انا افهمه لك وخلاص من خلال الكلام المبسط ده وخلاص وانت بقى افعل ما شئت يعني انت ممكن مثلا تقرا برضه من هنا وتجيب الكتاب بقى بيبقى فيه حاجات هما بيركزوا كده عليها اللي هي المواضيع اللي انت تذاكرها وخلاص. بس انا ايه اتليست فاهم يعني. كوجنيتيف مانيفستيشن يعني ايه كوجنيتيف؟ القدرات الذهنيه.
طبعا انا عندي انكزايتي بس نيوروسس انكزايتي باثولوجيكال lack of concentration مش قادر اركز lack of remembering مش فاكر حاجه عند الكول طبعا احنا نورمال بس مش فاكرين حاجه decrease ability to learn مش عايزين نتعلم مش عايزين نعمل حاجه بتعمل ايه بتعمل ايه يا ولدي سايكوسوماتيك إلنس بقى اكتب ايه بقى يعني ايه سايكوسوماتيك يعني الكلام قلب بجد ده انا بقى عندي برونكال ازمه واللي جاله كروناري واللي جاله بنتك انصر واللي جاله ارثروبات من كتر الاستريس اللي شايفه في ناس كده بقى استريس ادي الايه جنراليز انكزايتي ديس اوردر الذي هو مرض العصر ومزمن بانيك بقى البانيك ده بتتسالوا عنه كتير بانيك يعني هلع والهلع هو عبارة عن خوف شديد بشكل ريكارد غير معروف سبب يعني تلاقي الواحد مرة واحدة يبص مرعوب مرعوب انا خايف حوني سري مش عارف ايه تلاقي عمال يعرق وجسمه يتنفض ونفسي انا هموت ايه يا ابني في ايه خرب بيت لا خد التريك ليه تعالى ويروش ابونا بقى ونقعد نجري بيبقى في الشوارع ورسم قلب ورا المستشفى وفي الاخر مفيش حاجه الله يخرب بيتك يا شيخ ادي البانيك يا عم عارف كانه واحد شاف وحش قدامه عارف انت في قلب بيجي لها زي البانيك كده بس ده مش بانيك ده ملوش سبب عارف العيال هو بيبقى بقى ايه سوري ان هو خايف بقى يخش لجنه الشفا وتلاقيه مضطرب ده العبيط هنا خاف من مين؟ خش يا ابني سوق الباب رجلك مش كان فارغ ممتحن فين هنا؟ بقول لك انا روح التجاري زي مين ليد تو بص البانيك في البند الثالث اللي البانيك ابص بقول لك ايه بقى بص اقرا كده ريكارد اتاكس اوف انتنس فير اور ديسكمفورت ويتش ار سادن اند انبريدكتبل دي بتحصل كتير زي مين ليد تو سكندري اجورافوبيا اجورافوبيا يعني بيبقى في واحد يترعب ان هو يقعد لوحده او يترعب ان هو يقعد في مكان واخد بالك انت ازاي مفتوح كبير يعني خاف دايجنوستيك كلينيكال بيكتشر بص شبه مين قولوا لي دي شبه مين بص شورت سبريس تاكي كارد شيكينج يعني جسمه بيتنفض ابدومينال ديستريس باراسيز شيست بين فير اوف دايت سويتنج اشبه مرض للبانيك وده سؤال جه مره بس ده عندنا معلش مايوكاردال انفاركشن compare panic and the myocardial infarction لان الاثنين شبه بعض حقوني صدري هموت وعمال يعرق ايه ده يا عم فطبعا ساعات بتبقى حاجات نفسيه differential diagnosis في كروموسايتوما والهايبرجلسيميا والمايوكاردال انفاركشن تيرور دي سيبها خلاص تيرور دي خلاص ما بقتش تعبير مرض نفسي تيرور ده اللي هو بيسموه ايه ما هو التاني اسمه هلع ده بقى اللي هو التاني ده عباره عن ايه بقى؟ ايه؟ ده رعب شديد. رعب بقى. ده اللي كانوا بيشبهوه كنا نشبهه للطلبه زمان واحد قاعد فراح طالع له اسد. طالع له ايه؟ اسد. هتعمل ايه؟ فطبعا الكلام ده مالي مش حاجه اسمها ده تتابعه. خش بقى على الانفستيجيشن. بص يا عم ايكو عشان مايتر بابت ايه برولاج تي 3 تي 4 في ام ايه رسم قلب علاج سايكوثيرابي يعني ايه سايكوثيرابي يعني العيان بيبقى عايز ايه يفضفض قول هيز كونفليكت وعايز ريأشور قول لي يا حبيبي مين اللي ممكن يعمل لك انت ريأشورانس مين مش لازم الدكتور ممكن حد كويس ممكن اخوك كبير ممكن خالك
ممكن ابن عمك فلان اللي انت بتحترمه وحاسس ان هو راجل عقلية. ايه حبيبي مالك انت كويس فيه ايه يعني؟ خافش يا ابني خالص. الدنيا بخير يا بابا. خافش خالص حبيبي. اوكي؟ خش نام يا كده يعني. انفيرومنتال سوشيال مانيبيوليشن. لا 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 انت قلقان قوي قوي قوي. انصح انك انت تاخد اجازه وتسافر كام يوم تغير الجو. انا مش بكلم عليك انت، انت زي الجزمه بالنسبه لك. هو الطب فيه الكلام ده؟ جزم قديمه نازله على دماغنا كونتينوس. فقدمت هقول لك بقى على حركه انتوا عارفين السلو بريزنج تكنيك ولا مش عارفين؟ ازاي دي بقى حركه بتهدي الاعصاب. الله يضرك. تعمل ايه بقى يا جميل؟ والواد فين؟ الواد كام ورا؟ شكله نام يعني، نام على صح يعني؟ طيب. سيبوه يا عم بقى عادي. انا كان في عندي طالب لذيذ قوي كلها كلين كده. فكان يروح جايب سرير من سرير المرضى كده وحاططهم على ركن كده في القاعه وانا بشرح وانا بريح طول القعده ممدد على السرير. وبعدين شويه اتوه وشويه اقوم تاني. كل ما ابص عليها جاي ايه؟ طب انت جاي ليه؟ هو مش قاعد لازم كده. لازم اجي اعمل ايه؟ سبحان الله. السلو بريزنج تكنيك دي حركه بتطمئن الانسان. حركه مطمئنه اعرفوها. امين. كل ما تلاقي نفسك خايف ساعات انت ايه اللي بيحصل لك وانت بتذاكر؟ تلاقي نفسك ايه؟ يا سلام النهارده يا اخي انا منشرح وحاسس كده ان انا عايز اذاكر وذاكرت ربنا كرمني. تيجي تاني يوم على طول تلاقي نفسك انا عطشان انا تعبان. يوم تاني تلاقي نفسك خايف. يا نهار اسود انا ما عملتش حاجه انا مش فاكر عارفين حاجات كل ده ايه؟ تاتش كيم. بص كده وبعدين ايه وايه تحضروا بقى التدريب سلو بريزنج. اكتب ده عليه. ده عباره عن ايه؟ اللي هو تمرين الانفاس. تضرب انفاسك. تاخد نفس عميق نفس عميق ببطء ثم تهور بالبريس جواك ثم تطلع النفس ببطء. عارفين التدريب ده ولا اهو؟ وبعدين بص اعمل له حالي بتاعك ثلاث اربع مرات تلاقي نفسك اطمئنيت. يا سلام انت مطمئن يا اخي. على فكره الكلام ده فعلا يا راجل التمرين ده بصفه عامه. بس في ناس بقى بتطمن قوي فتلاقيه ايه؟ لك طبيعي جدا فاهمين بس يبقى يقول لك الواد مال دراجز بقى جنرالايز. طب انا عايز اعالج بقى الانكزايتي والبانيك. انكزايتي بنزو دازبين نون بنزو دازبين. احلى حاجه اللي هو ايه؟ اس اس ار اي برضه ممكن تستخدم. انضرار. الانضرار بقى ده مسته زي ما قلت لك اللي هو بيرعش في الامتحانات وايده تعرق ويبقى مهزوز قوي وبالبيتيشن فمأثره عليه انضرار 10 مل الصبح 10 مل بالليل. تلاقي نفسك ده الاسد وتروح ضارب اليانسون بالليل قبل ما تنام. بص يا باشا هتكون اسد طول الصبح تشرب واحد شاي بلبن معلقتين عسل ابيض كبار وتشرب فلوس. ده المينيموم. يا ريت لو تاكل اي حاجه كده صغيره هتنزل. بقول لك متوحش بس تبقى نايم كويس في الليل قايم الصبح في ميعاد معقول. ويا سلام بقى لو خدت شاور. بص هتعمل في امتحانات عمالي هتلاقي كل البلاوي اللي انت بتكتشفها في نفس اليوم بالليل غلط مش هتلاقيها لانك انت رحت تمتحن وقال ده في اسوء حاجات في اسوء حاجات وراح تشغل دي مش احنا دايما ما نقدرش اخطائنا بالليل؟ بالذات بالليل. انت احنا بنروح الامتحان تعبين ازاي؟ تعبان؟ جعان.
ولازم اكل رز وطبيخ. بص لو مفيش طبيخ ممكن امتحن فيه. رز وطبيخ يا ابني. لا الكباب ده ما بينفعش. رز وطبيخ وبتاع وتاكل الاكله في نفسك ايه؟ تروح قايل بس الساعه كام؟ 9:30 بالليل. ده انا اخبطت في كذا والله. فقت لا ما اقدرش اجي من الاول. بانك بقى احسن حاجه للبانك علم عليها. هو امتى احنا عامله امتى؟ سيلكتيف سيروتون زي الفلوكسيتين وزي اسمه بروزاك وزي سيتالوبران اللي هو اسمه سيتران وكفايه. هو الاس اس ار اي اخر حاجه في جدول. هنسيب بقى الجدول ده دلوقتي وهرجع له المره اللي جايه افتكره. ناخد بقى فوبك رياكشن وبعدين ناخد اورتك ريفيرج ونمشي. معلش معلش جيب نفسك ايه؟ جيب نفسك. الفوبك رياكشن مهم. انت عندكم ايه مسكين سايكاتري ولا لا؟ دي عندكم ايه الفوبك رياكشن؟ بيتحط برضه تحت عنوان الرئيسي اللي هو اسمه مرض المخاوف. مرض ايه؟ تمام؟ ده نوع من الخوف المرضي. خلي بالك حضرتك. طب ايه الخوف المرضي؟ ان انا بخاف من حاجه ما تخوفش وما عنديش مبرر ودايما بتجنبها بشكل غير عادي.